26 مايو. مساء الخير متابعينا على قناة 9. موعدنا اليوم يتجدد في رونديفونا وعودة أكيد على أبرز اللي صار في 24 ساعة الأخيرة. يحضر معايا الليلة كل من ناجي زعيري، خليفة بن سالم ومحمد الحمروني. ناجي مساء الخير، أهلا وسهلا بيك. مرحبا يا خليفة. مرحبا محمد. مرحبا. برشا جديدة لخلتها قبل لحظات من ندخلوا للبلاتو. أكيد مش نحكي والعنوان الأبرز زاد الليلة على اللقاء الجمعة منذ قليل رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة هشام المشيشي والمكلف أيضا بتسيير وزارة الداخلية بالنيابة، ومعاه كان السيد إبراهيم البرتاجي وزير الدفاع. وتقريبا نحكي على لقاء مهم ومهم جدا بعد قطيعة دامت قرابة 3 أشهر. القراءات والتحاليل لهذا اللقاء وما ورد على لسان قيس سعيد رئيس الجمهورية بعد لحظات في رونديفو 9 باش ننطلق بها النقاش يكون من غادي. نستقبل أيضا عياض اللومي النائب المستقل وولي جلاد النائب عن حركة تحيا تونس، ونحكي ديما على هالجمود السياسي اللي تعيشه بنادنا وخاصة انعكاساته على الوضع الاقتصادي زمن جائحة الكورونا. نبعد شوية اللي صاير في المنطقة والتطورات الإقليمية والعربية وتحالفات جديدة اللي قاعدة تظهر دو تونزا أوتخ، وآخرها اللقاء اللي جمع الوفد القطري بالرئيس عبد الفتاح السيسي والدعوة الموجهة ليه لزيارة قطر. هذا الكل باش يكون محل النقاش عبر الهاتف مع الدكتور عمر الشوبكية الباحث المستشار في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية. والبداية بأبرز العناوين الإخبارية. نحكي إذن على اللقاء اللي جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد برئيس الحكومة هشام المشيشي ووزير الدفاع إبراهيم البرتاجي. كانت كلمة بحضور الرجلين لرئيس الجمهورية كما قاعدين تشوفوا في التصاور على الشاشة والفيديو هذية. كلمة تقريبا 16 دقيقة حكي فيها رئيس الجمهورية على برشا نقاط مهمة، لا سيما الجدل المثار حاليا حول الوثيقة المسربة اللي وردت ونشرت في مقال في ميدل إيست آي البريطاني. جاوب على الوثيقة هذه رئيس الجمهورية بطريقته، حكى أيضا على تفعيل الفصل 80 من الدستور، وحكى على النواب اللي صادر في أمرهم بطاقة جلب والمطلوب رفع الحصانة عنهم. بعد لحظات قليلة باش نحاول نعديو لكم الكلمة هذه كاملة باش تفهموا بالضبط شنو اللي قال، نقلا بالطبيعة على الصفحة الرسمية لرئاسة الجمهورية التونسية. لكن بغيفمون هكا بطريقة برقية نجي قبل ما نعدي الكلمة، شنو تفهم اللقاء هذا على الأقل من حيث الشكل؟ نحكيه على لقاء جاء بعد قطيعة بين الرجلين قريبة 3 أشهر. شوف ملاك، هو مجرد اللقاء، مجرد استقبال رئيس الجمهورية قيس سعيد لرئيس الحكومة في قصر قرطاج، وكما قلت أنت بعد قطيعة وجفاء بين الرجلين فاق تقريبا 3 أشهر، مجرد هذا اللقاء هو خطوة إيجابية جدا، لقاء يثلج الصدر لكنه في جانب آخر يسحب البساط من تحت أقدام يعني بعض السياسيين، خاصة اللي راهنوا على التواصل القطيعة هذه بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، وراهنوا على تثبيت الأزمة وتثبيت حالة التعفن وحالة القطيعة بين الرجلين. اللقاء كان مهم جدا، استمعت شخصيا للكلمة اللي ألقاها رئيس الجمهورية في اللقاء هذا، كانت كلمة مهمة جدا كما قلت أنت، جاوب على تقريبا الأسئلة اللي نتداولوا فيها في هلا الأيام. مع الإشارة مهم جدا تقول فيه ناجي، مع الإشارة إلى أنه حتى البلاغ اللي جاء على صفحة الرئاسة يقول أنه الرئيس استقبل هشام المشيشي كرئيس للحكومة وكوزير أو مكلف بتسيير مهام وزارة الداخلية بالنيابة، بالإضافة إلى وزير الدفاع الوطني. طبعا واستقبلوا بالصفتين بالضبط، وفي نفس الوقت يعني استقبل وزير الدفاع، وكان يبدو أنه الإطار كان يعني عودة على الزيارة اللي أداها رئيس الحكومة إلى ليبيا، الوفد الكبير اللي تحول إلى ليبيا، لكنه استغل المناسبة رئيس الجمهورية باش يحط النقاط على بعض الحروف، باش يجاوب على بعض الاستفسارات، وجاوب بطريقة
دقيقة وطريقة مفصلة، حتى أنه تقريبا الحديث أعادوا الحديث حول بعض النقاط وخاصة فيما يتعلق بالوثيقة التي قيل أنها مسربة من رئاسة الجمهورية واللي تتعلق بالدعوة، دعوة رئيس الجمهورية لتفعيل الفصل 80. يلا جاوب عليها بكل تفصيل. يلا نمركم مباشرة كلمة رئيس الجمهورية على أثر هذا اللقاء. على مسألة محسومة دستوريا عبارة تناقض في ذاته، الكونتراديكسيون سوا، عبارة كيفاش يكون انقلاب دستوري في بالدستور، مادام في ظل الشرعية، الانقلاب هو خروج عن الشرعية. بالفعل في الأخر تسمع بعض الناس يتحدثوا انقلاب دستوري، حتى الجرائد انقلاب دستوري والأعداد، اللي احنا لسنا دعاة انقلاب ولا دعاة خروج عن الشرعية، دعاة تكامل بين المؤسسات. صحيح هناك وجهات نظر مختلفة، تصورات مختلفة ربما، ولكن في ظل دولة واحدة لها دبلوماسية واحدة ولها تكامل بقطع النظر عن الاختلافات مع في وجهات النظر أو في مقاربات، ولكن لابد من أن يكون هناك تنسيق كامل بين مؤسسات الدولة. يعني لا يمكن أن تدار الدولة بشكل منفصل، كل الدولة واحدة مؤسسات مختلفة ولكن تعمل في إطار دولة واحدة في إطار القانون. يعني طور جانب الدبلوماسي، الجانب عسكري، الجانب الأمني، نحن دولة واحدة، ما فماش 20 دولة. وهذه بدعة حتى مش الحديث عنها، ومن كان وراءها والرؤساء الثلاثة، ثم رئيس دولة، ثم رئيس حكومة، ثم رئيس المجلس النيابي، وكل واحد في اختصاصه في إطار التكامل، في إطار التشاور. ممكن هناك اختلافات في وجهات النظر، تصورات مختلفة، هذا أمر طبيعي في كل دولة وفي كل نظام، وحصل حتى في ظل الحزب الواحد. نعرف التأبين متاع المرحوم أحمد المسيري، معنى كانت التعددية السياسية داخل الحزب الواحد، معنى في عام 71، معنى هذا يحصل. ولكن لا يجب أن تحصل مثل هذه النقاشات على رؤوس الملأ لأنها تمس بالدولة. فمؤسف جدا، وأنه يتم كما قلت لكم الحديث عن هذه المسائل، فهم أو التسريب، نقعد نحن في التسريبات، وشكون خرج هذا التسريب، وقضية ضد التسريب، وهي من المفارقات. أنت يجيك جواب ولا يجيك رسالة تولي أنت المطلوب، هذه الدنيا بالمقلوب. معنى الواحد أنت تلقيت رسالة تولي أنت المطلوب، شوف شكون اللي بعث الرسالة ولا شكون، معنى هذه التسريب. قريب نعمل وزارة للتسريبات، نحن خاصة بالتسريبات، معنى في الوضع الحالي فلان مشى وفلان تخلوا فلان سر والاخر خرج وما قالش والاخر، معنى الدولة نحن دولة واحدة، ودولة دولة بالفعل تقوم على المؤسسات، دولة تقوم على احترام القانون، احترام الدستور في المقام الأول، مش المسائل ذات العلاقة بالأشخاص. نختلف مع في المقاربات، نختلف في التصورات، في تأويل بعض النصوص. تو كل فعل فصل 80 هو موجود، تو في ظل حالة الطوارئ هو الفصل 80. تختلف في التدابير الاستثنائية، وكان يحبوا يشوفوا ويرجعوا على الأقل للقوانين، يشوفوا شنو هي الأصناف والأنظمة القانونية بتاع التدابير الاستثنائية. فما شروط، ثم بطبيعة الحال تقدير من رئيس الجمهورية، السير العادي لدواليب الدولة إلى آخر ذلك. وثم من النصوص الكثير إن أرادوا أن يعودوا إليها أو أن أشير عليهم بها في تونس عن هذه التدابير الاستثنائية حتى قبل وضع دستور 59. أنا أردت بهذا الاجتماع أن أتحدث عن هذه المسألة، وأردت أيضا أن يقوم القضاء بدوره كامل في ظل هذه الأوضاع المتردية اللي تمس بالدولة.
أنا مقدم قضية ماشي مرة السيد الوزير ولا مقدم قدم قضية وفما النيابة العمومية يلزمها تتحرك من تلقى نفسها. ومن يعني يريد أن يتحصن بالدستور وبالحصانة إلى آخر ذلك فليتحصن بها، أما يلزم تخرج هذا فما على الأقل 25 شكاية. ولكن ومشات من وزارة العدل ولم يتم النظر فيها من قبل المجلس ولم يتم عرضها على الجلسة العامة. هي في عام 59 بشرفه الحصانة عن نائب وقت عمل حادث مرور في جهة البرق تم رفع الحصانة حتى تأخذ حادث مرور عادي فضلا عن عديد المرات اللي تم فيها رفع الحصانة عن بعض النواب معنا بالنسبة لحوادث عادية ما هيش حادث وفهم اللي بتبعة حال تم رفع الحصانة عنهم بحال التلبس الذي وقعت بطبيعة الحال تصفية حسابات أثر أحداث 26 جانب 78 وقت المرحوم الحبيب عاشور تم إلقاء القبض عليه بتهمة أنه ارتكب جريمة وأنه وحيل على محكمة الدولة وقالوا بحال التلبس. ثم بطبيعة الحال الوضع في ذلك الوقت مختلف تماما عن هذه الحالة وحيل على محكمة أمن الدولة لا موجودين في حالة تلبس. بعض الأشخاص موجودين في حالة تلبس، بعض الأشخاص موجودين في حالة فرار. ما صارتش مرة واحد في تونس انتحل صفة نائب عمرها ما سمعنا به في الدورة السابقة. ساعات قل كنت حل صفة عون أمن ولا صفة موظف، واحد انتحل صفة نائب ونائب في حالة فرار. فما على المجلس هذا يقوم بدوره بل لأنه الوضع ولا وضع يمس الدولة التونسية، معناها يمس الدولة التونسية. وعلى النيابة العسكرية اللي خرجت تو برقية في الواحد ولكن رجعت دون إنجاز في حين أنهم قادرين على الإنجاز وقادرين في ظرف قياسي في تونس. هذا ما نشدوش والآخر نشد والآخر. الدولة ما هيش قائمة على تصفية الحسابات، دولة قائمة على المؤسسات على احترام القانون والمرجع هو القانون. هذا ما حبيت أن أشير إليه في هذا الاجتماع في الجانب المتعلق بال لا أريد أن أتحدث عنه لا أقرأها أصلا يعني ما التناقض في ذاته. مقول وزير الدفاع يمارس صلاحياته ولا سيد رئيس الحكومة يمارس صلاحياته ونقول لا انقلاب هو يمارس في صلاحياته بالنص بناء على النص تقول له انقلاب معنى بالفعل معنى بعض الناس نسمع فيهم حتى يقولوا مختصين تونس دولة الخبراء معنى مليون ونص خبير في تونس عندنا تقريبا الجزائر مليون ونص شهيد ونحن عندنا مليون ونص خبير خبير في القانون وخبير في الإرهاب وخبير في العلوم السياسية وخبير في الأزمات السياسية ولا خلي على الخبراء في القانون اللي يتحدثوا عن المسائل بشكل هذا اللي هي غريبة وكان يحبوا حتى نتحدث معهم على مختلف أنواع الانقلابات المدنية والعسكرية والعصيان وإلى آخر ذلك المفهوم مختلف تماما يعني يمروا في قضايا يتم افتعالها وفي نفس الوقت يعني يتم التسويق لهذا معنا كل يوم ولو ما نهتمش بهم تماما اصلا. على كل حال انا اثرت تكريم اليوم القوات المسلحه بعد العمليه التي قاموا بها في العمليه البطوليه. الدوله واحده، مؤسساتها واحده، القانون واحد، وعلى من يطالب بتطبيق القانون أن يطبقه في المجلس. علاش ما تعداوش هذوما؟ معناها فما قداش من قضية نتاع تحيل وقضية نتاع تهريب مخدرات وقضية نتاع تهريب. لا قاعدين معناها شبيه خير من الناس. هو يتمتع بالحصان. إيه أنت كمجلس علاش ما تحطهاش قدام المجلس؟ كان قال لأسباب سياسية.
ترفض هكا عندك الحق باش ترفض، ولكن مش نخبيها ونقعد نساوم بها. ونحب نقول للشعب التونسي رانا دائما على المبدا وثابت، ولا اقبل معنا التنازل عن المبادئ التي انطلقت منها. معنا لا باش ندخل في مناورات ضد هذا وضد اخر، معنا نعمل كان تحت الاضواء. واجب التحفظ بالنسبة لأمن الدولة وبالنسبة للمسائل ذات العلاقة بدول أخرى. كان نعم اللي تحدثوا في قالوا محتوى المكالمة الهاتفية يعملها مسرحي، ما رأى في الدرس يتكلم محتوى المكالمة الهاتفية يسمع فيه هو شنو نتكلم ولا شنو نتكلمش، ومع والكل من قبيل الخيال. عندي علم بها، قالوا له علم هو اللي قالوا الكل ما عندوش حتى علاقة بمحتوى المكالمة. وفي التلفزة معناها عنده الاخبار وكان عنده وكاله مخابرات عالميه، معناها اسمعها شنو نتكلم في التليفون. معناها غريبه اللي معناها يقع في تونس غريب، ما تكلم مع فلان وقال له، معناها وهو الكل من مسرحيه ومعلومات ثابته واكيده، معلومات ثابته وصلت واكيده. منين وصلتك المعلومات؟ أنا المعني بالأمر لولا واجب التحفظ أنا وحدثت عن المحتوى المكالمة، والآخر في اللي هي لا عندي المحتوى بالضبط وش قال وش قال، وعلى المحكمة الدستورية وعلى الإرساء المؤسسات الدستورية ما عنداش علاقة تماما. ما أنا اللي يحصل غريب، والمسألة مش مسألة أشخاص، المسألة مسألة دولة تونسية، دولة بمؤسسات، مش دولة بالتسريبات هذه والتسلل. وهذا قال والآخر ما قالش، والآخر يتحدث عن عن مسائل ما دخلش فيها. يسمى ناس مطالبين للعدالة وتوزيع وقته تحل ملفاتهم، معناها ويتحدثوا لو محللين كبار في السياسة، محللين في السياسة وعندهم الأخبار. فما ناس مطلوبين للعدالة وسيحالون على العدالة، لأن فما عدل ولا القانون يطبق على الجميع على قدم المساواة، ما فماش حد خير من حد. هذا اللي حبيت أقول، مراش هذا التنافس السياسة نقابل فلان ايه تقابل فلان ما هو لاباس تقابل فيه انت في اطار الدبلوماسيه بتاع طول، ثم دبلوماسيه وخارجيه برك، ما فماش عاشر. الاخر نتكلم فلان نحن عن عز وعن الكرامه وعن دوله تونسيه، وكل واحد في اختصاصه. ما ندخلش في اختصاص السيد رئيس الحكومة ولا السيد وزير الدفاع ولا عنده كل واحد اختصاصه في إطار القانون. لا الآخر مرة منطق قاعدين يلعبوا شكوبة، ما عرفش شكون اللي يشكك، ماهيش دولة تونسية، ماهيش دولة تشكيب. أيضا نتلاقوا بمشاريع قوانين تهم التونسيين. على كل حال هذا اللي حبيت نقوله لكم، وحبيت نوري للشعب التونسي واننا رانا دوله مانش مجموعه من العصابات، لا نعمل في الظلام، ثابتين على المبادئ، لا وجود لتحالفاتك في الظلام ولا في السر ولا باش تقابل مع فلان نكلمه باش نتحالف معه، لما نتحالف كان مع الشعب التونسي هذاك هو حليفي. ولا أخاف إلا الله رب العالمين. مرحبا بكم من جديد، رجعنا لكم. كانت هذه كامل الكلمة اللي ألقاها رئيس الجمهورية أو اللي حكاه مع رئيس الحكومة هشام المشيشي بحضور وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي. خليفة، مختلف حتى على مستوى الاتصال أو الخطة الاتصالية، شفنا رئيس الجمهورية المرة هذه مش كما العادة يحكي بالدرجة ودرجة سلسة تقريبا كامل 16 دقيقة ولا أغلبها، شفناه يستظهر بالأمثال الشعبية وقت اللي يقول 40 سنة يقرأ في الفقه وبعد جاء للشيخ قال له منو بيا اش تقرب الربي، أمثالنا التونسية.
لاحظت التغير هذا كيفاش تقراه خليفة؟ نعتقد أنه الرئيس خذا وقته في الرد على ما قيل في علاقة بالوثيقة أو ما عرف بالوثيقة المسربة. ربما تمت المراهنة منذ البداية أنه الموضوع ينتهي في يوم أو يومين، ولكن أصبح حديث الشارع، وفرضت بعض الأطراف أن تجعل من قضية الوثيقة موضوع الساعة وموضوع جدل، وتحول إلى نوع من الصخب في الساحة السياسية، وتقريبا ولا محور كل أحاديث، وبالتالي اضطر الخروج للرد. يبدو معناها في ظاهر الكلام تاع الرئيس شيء من الهدوء، ماهوش متشنج، ولكن كذلك يحمل في ذلك شيء من التألم، يعني خرج للرد على الوثيقة. هل حسم الجدل بردوا هذايا؟ لأنه خليني فقط نلخص للي قاعدين يتابعوا فينا خليفة في مسألة تقريبا هذايا أول لقاء بعد أو بعد ظهور أو الظهور بعد نشر الوثائق المسربة هذه واللي تتحدث على انقلاب دستوري، يقول أنه مخجل جدا بعد سنوات طويلة في العمل القانوني والإدارة يتحدثوا على انقلاب دستوري، نحن في ظل الفصل 80 في حالة طوارئ، واستهدأ زاد حتى من الإدعاء آيات اللي تقول أنه الرئاسة تنوي القيام بانقلاب دستوري. تقريبا هذا مجمل اللي قالوا في الصدد هذا. رد على الوثيقة، أنا نفسي كنت لا أخير أنه يخرج الرئيس ورد على وثيقة، واضح الوثيقة مفتعلة. طبعا جاوبه يقول لك في النهاية أنا قاعد تلقينا رسالة، شو اللي احنا المتهمين، شوف اللي بعث الرسالة، وبالتالي أعطى بعد كيدي لهذه الرسالة. ولكن نجح الرئيس في اعتقادي في إرجاع الخصوم السياسيين بين ظفرين إلى المربع الذي يريد إدخالهم فيه، هو مربع الفساد، وقت اللي يركز كثيرا على مشكلة النواب المطلوبين للعدالة واللي فيهم معناها مراسلات من قبل التحقيق أو القضاء وما إلى ذلك لمجلس نواب الشعب، وقال لابد من عرض ذلك على الجلسة العامة وللجلسة العامة أن تنظر في ذلك، وبالتالي وضع البرلمان وأساس الرئاسة البرلمان ومكتب مجلس النواب في موضع الاتهام. أنتم تخبيوا على ناس مطلوبين للعدالة، أي ما كنت تحبوني نمشي القضاء وشبيه وما يشكيش بالوثيقة، هي عندكم أنتم قضايا مطلوبين فيها. وضع النيابة العمومية للتحرك في الملفات هذه من تلقاء نفسها، بما في ذلك النيابة العسكرية، والتفت إلى السيد وزير الدفاع ويقول له معناها أنتم عندكم برقية، وهذا إذا أنا فهمت هكا واضح أنه هناك مطلوب من السادة النواب في علاقة بالقضاء العسكري، ويقول البرقية معناها ما مشاتش أو جاتش وما بإمكاننا أنه نلقوا القبض على كل مطلوب في هذا الشأن، وحكينا على قضية معناها التلبس في علاقة بفعل من أفعال النواب اللي مطلوب وقتها إمكانية إيقافه، هذا في واضح. في علاقة بالنص الدستوري قالك أنا مازلت داخل الدستور ونتحرك داخل الدستور ونحترم الصلاحيات ونحترم صلاحيات رئيس الحكومة ونقول ونحن حاليا نعمل في ظل الفصل 80 لأنه في حالة طوارئ، هو جزء من الواقع نعيشه فيه كحالة طوارئ، وهناك أخطار ما وصلناش درجة الخطر الداهم كما يقول فصل 80، ولكن هناك مخاطر ومحاذير تعيشها البلاد، وأنا في وسط الدستور وهذا قراءتنا للدستور، هاني مقر حالة الطوارئ وإجراءات استثنائية وغيرها. ما فكرتش يعني مضمونين من كلام الرئيس أني نمشي ونمشيت الوثيقة ونحاولوا يهزونا على مستوى الوثيقة. ما بالتالي أعتقد الرئيس الآن استطاع أن يغير مجرى الحديث من جهة إلى جهة، حولوا إلى مجلس النواب، حولوا لقضية المطلوبين للعدالة مجلس النواب، حولوا قضية الحوكمة، حولوا إلى قضية الدستور، حولوا قضية الفصل 80، وهو خروج موفق بالنسبة لي رئيس الجمهورية اليوم مع رئيس الحكومة ومع السيد وزير الدفاع. يقول بصفة واضحة محمد من المفارقات أنه تجيك رسالة للقصر تولي أنت المطلوب، يقول لك شوف شكون بعث الرسالة، ويختم هذا الكل يقول قريب ولينا نعمل وزارة خاصة بالتسريبات ونسميوها وزارة التسريبات. هو مش هو المطلوب، هو احنا نريد ان هو ان يكون طالبا، نريد ان هو يمشي يشكي بهالجهه اللي سربت الوثيقه ويتهمها بانها هي افتعلت الوثيقه وانها شوهت سمعه رئاسه الجمهوريه، حتى حد ما قال انه رئاسه الجمهوريه مطلوبه في هذه الوثيقه، نحن نريد ان تكون طالبه. وبارح كما قال لطفي هنا وكما قلت انا، من حق التوانسه اليوم على رئاسه الجمهوريه أنها تمشي تقاضي هذه الوحدة دي، لأنها شوهت سمعة تونس وشوهت سمعة رئاسة الجمهورية، هذا هو المقصود، وليس يعني أنه رئاسة الجمهورية مطلوبة. التردد في أنه تمشي للقضاء، رئاسة الجمهورية هو الذي خلق إشكال، حتى البارح
الناطق باسم رئيس الجمهورية في السياق هذا كان فيه كثير من التردد، وقال أنه يعني لا ما مش حتى حد باش يفرض علينا نحن ايش باش نعملوا او يقولوا لنا نمشيوا للقضاء. قال رئاسة الجمهورية هي من تقرر التوجه للقضاء من عدمه، كان الأصل واضح. الأصل في الأشياء أنه المسألة هذه بهذه الخطورة تهم البلاد، تهم أمن البلاد، المفروض نحن كتوانسة من حقنا أنه رئاسة الجمهورية تقاضي الجهة التي سببت القضاء. هل أقنعك قيس سعيد بهذا الظهور الأخير؟ الظهور الأخير في ثلاثة جوانب، فما ثلاثة قضايا رئيسية طرحها الرئيس، فيها قضايا هامة وباقي تقريبا استطرادات تقرب خليني نقول الى الفضفضه منها الى شيء اخر. القضيه الاولى هو تقريبا طلب تقرير على زياره ليبيا من السيد رئيس الحكومه. هو تقريباً. بدايه هذا اللقاء كانت بهذا الطلب. هذا هو طلب تقرير، قال نحن راهو عندنا زياره هامه جايه من ليبيا، وبالتالي نحب نعرف نتائج هذه الزياره، وبالتالي هو طلب تقرير في هذا الشان. النقطه الثانيه هي الفصل 80 وما راجع عن الانقلاب ووضح الامر، وكان واضحا رئيس الجمهوريه في هذا الباب عندما اكد انه قال انا مانيش انقلابي، انا نعمل في الدستور احترم الشرعيه، وقال كلاما ربما معناتها مختلف شيئا ما عن السابق وقت اللي اقر بانه فما رئاسات ثلاث في تونس، قال فما رئيس جمهوريه ورئيس برلمان ورئيس حكومه، وانه في اختلاف ولكن هذا الاختلاف قال طبيعي وموجود وكان موجود حتى داخل بعض الاحزاب نفسها في السابق. والنقطة الثالثة هي مسألة الخارجية والعلاقات الخارجية الدبلوماسية التونسية، ركز عليها برشا وأكد على أنه تونس واحدة في أمنها وفي علاقاتها الخارجية. هذوما لي بوان لخصناهم ومعلومين، لكن أنا سؤالي ليك هل كان مقنعا هذا الحديث عن هذه الجوانب الثلاث الرئيسية أم لم يكن مقنع؟ الجوانب الأخرى اللي هي كانت تقريبا استطرادات وأقرب إلى الفضفضة من نوع المكالمة الهاتفية اللي أشار لها وغيره، كانت يعني تعبر على نوع من كما قال خليفة نوع من التألم لدى رئيس الجمهورية من أنه فما ناس قاعدة ربما في المسألة الخارجية، فما قضايا هو يحبها تتعدل القضاء العسكري ولكن مشاتش الأمور كما يحب هو، فما مسائل يحبها تصير في المجلس ولكن ما صارتش كما هو. أنا أعتقد أنه في الجوانب الرئيسية من الكلمة متاعه اللي هي المطلب مثلا متاع التقرير على زيارة ليبيا، الفصل 80، العلاقات الخارجية كان واضحا وكان مقنعا. البقية اللي كانت أقرب إلى الفضفضة يعني كانت ربما تعكس جوانب ضعف، يعني فيها كأنه الرئيس يتألم مما يجري، وهذا ما كنتش أنا نحب أنه يبان في خطابه. عموما الكلمة كانت واللقاء كان مهم ومهم جدا، ومهم أن ترجع العلاقات بين رئيس الحكومة ورئيس الجمهورية لأنه هذا في مصلحة البلاد، وحتى حد ما يحب أنه هذه العلاقات تفسد. وأنا نختم بحاجة برك، يلا نختم محمد خليت برشا وقت، اللي هو أنه ربما هذه استتباع للمكالمات الهاتفية اللي وقعت في العيد بين الرئاسات الثلاث، ومنها مكالمة مهمة بين رشد الغنوشي ورئيس الجمهورية اللي للعلم اشكر فيها رئيس الجمهورية على كلمته بمناسبة العيد اللي كانت مجمعة على غير العادة وكانت مختلفة على كلماته السابقة. تشاطروا رأي ناجي محمد وقت اللي يقول لك بدأ في بعض النقاط وفي حديثه على بعض المسائل متألما رئيس الجمهورية؟ أنا نتفهم الكلام اللي قاله محمد ونتفهم الوصف اللي أعطاه للكلمة بتاع رئيس الجمهورية كي قال هي مجرد فضفضة، لأنه فما جوانب رئيسية في الكلمة وفما بعض النقاط هي أقرب إلى الفضفضة كما المكالمة الهاتفية وغيره. لأنه اللقاء الخطوة اللي أقدم عليها رئيس الجمهورية وهي خطوة مهمة جدا في اتجاه رأب الصدع بين الرجلين، في اتجاه رأب الصدع وحل الأزمة اللي استمرت لشهور بين مؤسستين، بين مؤسسة رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة. والقطيعة هذه يعرفوا التونسي كل قديش الناس خدمت وثم مكينات وثم جهد كبير وثم أموال صرفت حتى على شبكة التواصل الاجتماعي للإيقاع بين الرجلين لضمان استمرار هالأزمة وحالة التعفن وحالة التباعد بين الرجلين. نتفاهم الكلام اللي يقوله محمد كي يقول فضفضة، لأنه يعني الكلمة هذه واللقاء هذا وسحب بساط رئيس الجمهورية، سحب البساط من تحت حركة النهضة، ونعرفوا معنا موقف حركة النهضة من رئيس الجمهورية، وأنا متيقن أنه الكلام اللي قاله مش باش يعجب برشا ناس، ومن بينها
حركة النهضة وحلفائها. وين في أي في أي جانب فهمت اللي هو سحب النقاط البساط من الحركة؟ نكمل على قصيت عليك أنا ما قصيت عليك صديقي. خلينا نتفاعلوا معاك لأنك أنت تو تهمتني. لا لا ما قصيت. أنا قلت كلمة كلها فضفضة أنا مش صحيح. وبنيت على أنه أنا قلت لك فما جوانب أنا ما جبتش حاجة من عندي يا محمد أنا ننقل الكلام اللي قلته على كل. هي تنقل بأمانة ما تنقل. ثم جملة رئيسية قالها رئيس الجمهورية وأكد عليها مرارا وتكرارا اللي هي وهي وحدة الدولة التونسية. أزمة الأزمة السياسية أزمة تونس اليوم هي تشتت مؤسسات الدولة. هو بالضبط ناجي قال بالضبط نحن دولة واحدة تقوم على المؤسسات تقوم على احترام القانون والدستور في المقام الأول. وقال زادة حتى وإن اختلفت وجهات النظر بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب فهذا لا ينفي ولا يمنع وحدة الدولة وحدة مؤسسات الدولة. هذا مشكل تونس الحقيقي اليوم. احنا الأزمة السياسية بدأت بالإيقاع بين مؤسسات الدولة بالصراع بين مؤسسات الدولة. خليني نقول أنه رئيس الجمهورية اليوم أكد مرة أخرى أنه قال كل في اختصاصه قال ما ندخلش في اختصاص رئيس الحكومة وتعرض حتى في الحديث نتاعه لأزمة التحوير الوزاري بطريقة غير مباشرة. ثم أنا نعتبر أنه الخطوة هذه الرئيس فما نقطتين شدد عليهم في حوار وكلامه كان موجه مش لوزير الدفاع رأسا لكن كان موجه إلى رئيس الحكومة وموجه اللي ما سمعناهمش تكلموا ولا تفاعلوا دايما كانت الكلمة مستأصلة أساسا كان موجه لما يسمى بالحزام البرلماني لرئيس الحكومة. الرئيس رد على هالمخططات وحملات التشكيك في مؤسسات الدولة ورد على حكاية الوثيقة المسربة اللي قيل أنها وثيقة انقلابية. بكل بساطة يا ملاك قال أنه الفصل 80 احنا في الفصل 80 الناس اللي طالب يعني الوثيقة ما يطالبت بتفعيل الفصل 80 قال احنا في حالة الفصل 80 وفي حالة طوارئ حالة الاستثنائية. وخليني بربي بشقرة جملة بسيطة لأنه احيانا نراو معناها احيانا مشكلتنا في قراءة النص بشكل جيد وإعادة قراءة النص نص الدستور. النص شو يقول؟ يقول يعني طبعا أن يتخذ هذه بداية الفقرة الأولى من الفصل 8 لرئيس الجمهورية أن يتخذ التدابير التي تحتمها تلك الحالة الاستثنائية وذلك بعد استشارة رئيس حكومة ورئيس مجلس النواب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية ويعلن عن التدابير في بيان إلى الشعب. ويقول أنه في هذه الحالة لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب بالشعب كما لا يجوز تقديم لائحة لوم ضد الحكومة. يعني الناس متخوفين من سحب الثقة من الحكومة الفصل 80 استثنى هذا الأمر والناس المتخوفين من حل البرلمان استثنى الفصل على كل مانيش باش ندخل لا لا خلي نقاط بعيده برشا مانيش باش ندخل ما انا مانيش مانيش مختص بالقانون الدستوري اما حبيت نعمل اشاره للفصل 8 على فكره على 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 اي على ذكر اساتذه القانون الدستوري فقط باش نقول ملاحظه لحظه برك محمد وتنعطيك الوقت اللازم فقط نستسمحكم هو في المساله هذه يقول تونس الجزائر فيها 1.5 مليون شهيد تونس ولاو فيها 1.5 مليون خبراء وفصلهم من بيناتهم اللي قادرين او يعطيوا في رايهم وتاويلات وقراءات للنص الدستوري القانوني. المشكله لا مش فاصل ونرجع لكم نجي نستسمحكم فاصل ثم نعود.